مرحبا بكم في فيديو جديد، أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم سنتحدث عن فوائد ماء جوز الهند بالنسبة للبشرة، لكن قبل المرور لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. ماء جوز الهند، وكما نعلم هو الماء هو السائل الموجود في ثمار جوز الهند، وهو أحد أكثر الفواكه استخداما في المطبخ الهندي. يعتبر أيضا من بين المكونات المفيدة للجسم والبشرة، حيث أنه يساعد على التخفيف من مشاكل الحموضة وأمراض القلب، ويستخدم أيضا كغسول للفم لأنه يقتل البكتيريا ويخلص الفم من الرائحة الكريهة، وهو مفيد جدا للنساء الحوامل إذ يحسن مناعة وصحة الأم والطفل. أما عن فوائده بالنسبة للبشرة فهو مفيد جدا، حيث يستخدم في صنع مقشرات طبيعية ويزيل أثار المكياج. ماء جوز الهند يعالج مشكلة حب الشباب في أيام قليلة من خلال شرب كوب واحد أو اثنين يوميا. يعمل أيضا على ترطيب البشرة طبيعيا، حيث يحتوي على مكونات تعمل على ترطيب الجلد طبيعيا وتزيد من إشراقة البشرة. كما لا يوجد لماء جوز الهند أي آثار جانبية ولا يسبب الحساسية. يعمل أيضا على إزالة المسام، حيث أنه يقوي دوران الدم والأكسجين في الجسم، والذي يعد ضروريا لتطهير المسام. وماء جوز الهند يزيل جميع الأوساخ في المسام، وبالتالي الحصول على بشرة صافية. يمنع ماء جوز الهند من ظهور التجاعيد، حيث أنه يحتوي على كميات كبيرة من السيتوكينين، وعند شربه بانتظام يبقي البشرة خالية من التجاعيد فترة طويلة. يساعد أيضا على علاج الالتهابات الجلدية و التخلص من الإسمرار الناتج عن الشمس. هناك عدة وصفات تستخدم للعناية بالبشرة، ومن بين مكوناتها ماء جوز الهند. بالنسبة للوصفة الأولى، يغسل الوجه بماء جوز الهند بدلا من الماء في بداية اليوم ونهايته. تعمل أيضا كمزيل للمكياج بشكل فعال في نهاية اليوم، والطريقة هي مسح الوجه باستعمال قطن بماء جوز الهند بدلا من استعمال توك تجارية، لأنها تحتوي على مواد كيماوية ضارة للبشرة. لذلك يستخدم ماء جوز الهند كتونر طبيعي للحصول على بشرة مشرقة وناعمة. يعمل أيضا ماء جوز الهند كمعالج للبشرة الجافة، حيث أنه يجعلها ناعمة ورطبة. والطريقة هي أن نأخذ ماء جوز الهند مع مسحوق الكركم والقليل من زيت جوز الهند، نحط المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة. نضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم بعد ذلك نغسل البشرة بالماء. لمعالجة حب الشباب نستعمل أيضا ماء جوز الهند، لأنه مضاد للميكروبات وللبكتيريا، وذلك بوضع ماء جوز الهند على المناطق التي توجد بها ندوب وحب الشباب أو أي شوائب أخرى، ويترك طوال الليل، وفي الصباح نغسل البشرة بالماء. بالنسبة للوصفة التي سأقوم بتحضيرها معكم اليوم، هي في نفس الوقت مضادة لعلامات الشيخوخة، وتساعد على إزالة الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس. سنحتاج إلى النشا، يمكن استبداله بطحين الأرز. سنضع القليل من النشا، ملعقة صغيرة. سنضع نفس الكمية، أي ملعقة صغيرة من ماء جوز الهند. نضيف لها ملعقة من الزبادي الطبيعي، يمكن إضافة جل الألوفيرا أو ماء الورد. سأضيف أيضا القليل من العسل الطبيعي، نصف ملعقة تقريبا.
أخلط جيدا المكونات حتى تنسجم مع بعضها البعض. كل هذه العناصر مفيدة جدا للبشرة، تساعد على منحها الليونة وترطيب هائل، إضافة إلى تفتيح وتوحيد لون البشرة، خصوصا أننا مقبلين على فصل الصيف، تكون بطبيعة الحال الحرارة مرتفعة جدا. سنحتاج إلى مثل هذه الوصفات للتخلص من الإسمرار. بعد خلط هذه المكونات مع بعضها، نقوم بتطبيقها على الوجه وتركها من 20 إلى 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء البارد وتستعمل مرتين في الأسبوع. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تجربوا هذه الوصفات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة.